كما كان شبه متوقع، حظيت بالأمس بثقة نقبائي، زميلتي، زملائي بهيئة المحامي بطنجة. هذه الانتخابات طبعا كتم وفق القانون بعد 3 سنوات من حياة المجالس، ويعني بحسب القانون المنظم للمهنة كيتم فيه انتخاب في الدور الأول، يعني في اليوم الأول النقيب، وفي اليوم الثاني وفي هذه الأثناء هذه نيت كاين انتخابات ديال السادة والسيدات أعضاء المجلس. بخصوص هاد المحطة الانتخابية اللي كانت يعني سادها الكثير من الهدوء طبيعة الحال والروح الأخوية، انتخابات مهنية يعني ما بين زميلات وزملاء من أجل تحقيق الأفضل لهذه الهيئة ولهذه المهنة هذه مدينة طنجة. وأتمنى نكون في حسن تطلع ديال الزملاء والزميلات ديالنا اللي وضعوا ثقة فينا في هذه الانتخابات، بطبيعة الحال من خلال ديك الحملات التواصلية مع الزميلات والزملاء بكل من طنجة والقصر الكبير والعرائش وأزيلة، استطعنا أن نلامس بعض يعني الاحتياجات وبعض الانتظارات ديال المحامي بالدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بطنجة. بطبيعة الحال هذه الانتظارات سوف يعني نسعى في هذه الفترة هذه المقبلة إن شاء الله على تلبية بعض الحاجيات، أقول بعض الحاجيات، وطبيعة الحال يعني خدمة الاجتماعية للمحامي، وكذلك يعني ما يتعلق بتحصين مهنة والكثير من رهانات أخرى، كثير من العمل ينتظرنا طيلة هذه 3 سنوات. ومدينة هيئة المحامي بطنجة طبعا ستكمل مئويتها الأولى في خضم يوليوز 2024، يعني تأسست هذه الهيئة هذه العتيدة في سنة 1914، وكذلك هذه الهيئة توسعت كميا بأن أصبحت الآن تقريبا 1300 محامي، والمسجلين بالجدول حوالي 1163، بمعنى أنها يعني واحد الهيئة التي تتمدد كما نوعا. الأستاذ النقيب أحمد أشوار. ساعات ولمدة يومين كاملين.